أنا فيلو المشهور، وصل يا جمهور. اللايك السريع على الفيديو الفظيع. فرنزاتي مرحبا في قناتي. النهاردة بقى هنشوف رأي الجيران في مسلسلي العالمي الفظيع. قلبي حاسس إيش هيكون رأيهم، فلا تزعل. يلا بينا نشوف. وقال يا قاعدين يكفيكم شر الجايين. ليث الكينج اللي معرفش ليه سموا المسلسل باسمه وانا البطل، بيقول عم فلافيلو مو كبير زي ما بيطلع على الشاشة دايما. لا لا تقول، يعني اللي انا شايفه قدامي هذا ايش؟ سيبكم للأخ شيكو، معروف ان الكاميرا بتتخن 500 طن، وحاليا انا بلعت 3 كاميرات. 500 في 3 1500 طن. ومن حبه في الكاميرات حطهم على راسه حط قمة الذوق. الرسالة دي من رزان اللي بدلعها رزة. أحب أشوف عم فلافيلو على الفطور شكله يكركعني ضحك. كلنا عارفين مقادير الفطور الصحي، حليب، عسل، وعم فلافيلو. فكرني أكتب لك وصفة الكورن فيليكس على الفطار، ودي بقى بالذات تاخدها على الريق لما تصحى، أو تزود عليها فراولة كتير وتعمل حسابي معاك. لولولي يتاكل أكل هذا الفلافيلو. ودوقتي رسالة من العنود هانم، ليتو يفك أنا من إزعاجه اللي ما يخلص. ايه ده؟ بقى هي دي اخرتها؟ ثم انت سمعاني ازاي اصلا؟ ها؟ هسألها من المكبر اللي مركبه في شقتهم. ألوز؟ ست الكل؟ يا ترى سمعاني من عندك؟ يا حرام، باي باي يا طبلة اذن العنود هانم. ايوان، الرسالة اللي بعدها بتقول بس لو بشوف مين اللي اعطاني اسم مدام سرحة فاست رح اعطيه جايزة كبيرة. اكيد سمع بقصدي. هو هو هو، وكيف سبقته للارنب بشبابي؟ جايزة؟ مدام سلحفاست، أنا صاحب هذا الاسم الكرياتيف. أي لا، الجايزة ليا، دي فكرتي. كم الساعة؟ الساعة 60 دقيقة. لا ظريف. طب يلا اللي بعده. معرفش مين الأخ فلافيرو ده، بس عندي جار فيل بنفسجي لطيف ظريف وبتفرج على برنامجه، بس ما عنديش أي فكرة عن فلافيلو تحديداً. ما يعرف إن فلافيلو هو فلافيلو. يا أخي فلافيلو هو فلافيلو، لا فلافيلو إلا فلافيلو. أهيني أهيا وأعم فلفلة، ده ما يعرفش إن أنا أمانة يا أخ تشير الفيديوهات. الحياة كلها فيديوهات وخد. فرنزاتي مرحبا في قناتي. اهلا وسهلا ومرحبا بكم في بيتي العملاق المتواضع. يطلع مين بقى الاخ ده وبيعمل كده؟ واي قاعد بيقلد شخصيتي بس ما بيعيطش زيي. مذيع البرنامج فص فيل وذاب، وشكلي لازم الخص لكم اللي صار. سألنا الجيران رأيهم في البرنامج واتفقوا على انه فلافيلو ماله زي ولا مثيله. باي.